شلون اقدر اني اصممه. سنجي طلاب نرسم النبضة الكلاك وعلى اساسها نرسم الكيو 1 وكيو نوت. اجي انا عندي هسه عندي 2 بت، ال 2 بت هي 0 1 2 3، فعندي النبضات لحد الثلاثة. هسه هاي شنو؟ هاي نبض، هاي الكلاك، هاي نبضة الصفر. اوكي هاي نبضة الصفر، اجيت هاي نبضة الواحد. اوكي هاي نبضة الواحد، بعدها اجيت اريد ارسم نبضة الاثنين، هاي نبضة الاثنين. اوكي هاي نبضة الاثنين، بعد عندي يا نبضة، هاي نبضة الثلاثة. اوكي هاي نبضة الثلاثة، هاي على اساسها ارسم الكيو 2 وكيو 1 وكيو نوت. هنا انا ما عندي بس كيو 1 وكيو نوت على اعتبار انه 2 بت، فاجي ارسم الكيو نوت اعتمادا على الجدول. اجي للكيو، هسه هذا الكلاك، نجي للكيو نوت. الكيو نوت بحالة النبضة الاولى اللي هي الصفر شبي صفر، بحالة النبضة الثانية الواحد هي ايضا واحد، بحالة الواحد الاثنين يفعل واحد، وبحالة الثلاثة يفعل. عفوا انا جاي اشتغل على الكيو نوت، خلينا نرجع للكيو نوت. الكيو نوت بحالة الصفر مطفي، اجيت هاي النبضة صفر، هاي منا الى ان وصلت لهنا هاي كلها صفر. حاليا الكيو نوت هذا خلينا نخليه هنا افضل حتى من ارتفع. هسه حاليا هاي الكيو نوت كلها مطفية. الحد الواحد، الحد نبضة الواحد، الكيو نوت اشتغل، نبضة الواحد بلشت منا توصل لهنا، فهاي كلها راح يبقى مفعل. اوكي بنبضة الاثنين انطفى، فاوكي هاي منا الاثنين لحد هنا، لحد هنا بنبضة الاثنين انطفى. اوكي بنبضة الثلاثة تفعل، هاي نبضة الثلاثة تفعل عندي. اوكي خلصت النبضة منا، خلصت النبضة انطفى. هاي بالنسبة للكيو نوت. زين نجي للكيو 1، ايضا اتشيك ويا الكلاك. الكيو 1 ويا الكلاك بحالة الصفر مطفي، هاي نبضة الصفر كلها مطفي. الكيو 1 هاي نبضة الصفر لحد هنا مطفي، بحالة هنا عندي، بحالة الواحد ايضا مطفي، بحالة الواحد ايضا لحد هسه مطفي. اجا بنبضة الاثنين اشتغل، نبضة الاثنين منا لحد الثلاثة، لحد هنا هو مشتغل. اوكي لحد الثلاثة هو مشتغل، اجيت لنبضة الثلاثة، بالثلاثة ايضا مشتغل، فبقى مستمر لهنا. اوكي بقى مشتغل لهنا وبعدها ينزل. هاي بالنسبة للكيو نوت او الكيو 1، وراح تشوفون الرسم بالضبط نفسه بالملزمة. نفس الفكرة معك وداعي شرحها، ونفس الفكرة اذا عندي الارقام مو كلها البقية اسوي لها دونت كير واكمل حلي، وهاي اللي اتفقت عليها. اما تكتبون اي بي سي او سي بي اي نفس الشيء، بس تخلي بالك انت بالتصميم كله على حسب انت اللي فارضه بالجدول. زين هاي بالنسبة للسانكرونس كاونتر. نجي للنوع الثاني اللي هو اسانكرونس كاونتر. هاي هنا اسانكرونس كاونتر، هاي خلينا نعدلها اسانكرونس كاونتر. احنا الاسانكرونس كاونتر ايضا يسمى ريبل كاونتر. الاسانكرونس كاونتر يختلف عن السانكرونس، قلنا الكلوك ما تكون لكل البوابات، يعني انا ما عندي نبضة عفوا لكل الفليب فلوب، ما عندي نبضة تدخل كل الفليب فلوب، لا النبضة تكون فقط للفليب فلوب الاول، واخراج الفليب فلوب الاول هو يكون نبضة للثاني وهكذا. اذا بالنسبة للاسانكرونس كاونتر ما ممكن انه اثنيناتهم او كل الفليب فلوب يشتغلون بنفس الوقت، او يعني مو بالضرورة انه يشتغلون كلهم بنفس الوقت على اعتبار اني ما مطيتهم كلاك بنفس الوقت. زين انواع الاسانكرونس كاونتر ممكن عندي 2 بت او 3 بت او 4 بت. التصميم الاسانكرونس كاونتر من يقول لك صمم لي 2 بت اسانكرونس كاونتر، ال 2 بت اخلي ببالي شنو عندي اني؟ عندي من الصفر للثلاثة، من الصفر للثلاثة، صفر واحد اثنين ثلاثة، فعلى اساسها ارسم هاي النبضة حسب التتابع، بحالة الصفر من اللي عندي مفعل، بحالة الواحد، بالاثنين، بالثلاثة. زين شلون انا ارسمها؟ عندي هاي الكلاك،
الكلاك عندي حاليا من الصفر لل هنا أنا عندي من الصفر التوبت اسانكرونس كاونتر من الصفر للأربعة، على اعتبار من الصفر للثلاثة هاي هنا أنا. فأجي هسه هنا عندي من الصفر الصفر والواحد والاثنين والثلاثة، زين أجي بحالة الكيونوت وكيون ما عندي غيرهم، لأن صفر واحد واثنين وثلاثة هاي النبضات عادي مستمرة أن من النبضات، أنا أشتغل لحد الأربعة. زين ناش عندنا، عندنا هاي النبضة الأولى هاي هنا، هاي النبضة الأولى هاي اللي هنا، اللي هنا النبضة الأولى. من اللي يفعل عندي حسب التروث تيبل هسه راح نبينها، انه من اللي عندي صفر ومن اللي عندي واحد املي يفعل عندي، فخلينا نشوفها. وايضا بالثري بت او بالاربعة بت هسه نشيكها بخطوة خطوة شلون اقدر اني اعرف الكيو نوت شلون تكون الموجة الها، او هنا عندها شو وقت تفعل وشو وقت ينطفي، وكذلك البقية اللي يسموه هذا بالتايم دايجرام. بعد عندي انواع اخرى من الكاونتر، هي بي سي دي كاونتر، رينج كاونتر ايضا الها هنا أنا عندي الها شغلها الخاص بها، لكن احنا نكتفي بالسانكرونس اسانكرونس. رينج كاونتر، جونسون كاونتر. تطبيقات الكاونتر هي اما ديجيتال كلوكس، يعني استخدم الكاونتر بالديجيت يحسب لي عدلي، اوتو موبايل، باركن كنترول، بارالل تو سيريال داتا كونفرشن، انالوج تو ديجيتال كونفرتر، فريكوينسي ميترز كاونتر، وسيجنال جنريتر ومايكرو بروسيسر. هاي بالنسبة لتطبيقات الكاونتر. زين خلينا نرجع لأمثلة الأسانكرونوس كاونتر. هاي بالنسبة للأسانكرونوس 2 بت أسانكرونوس كاونتر. زين خلينا نشوف ال 3 بت أو ال 4 بت. هسا التصميم هسا نشوفه، بس النبضات أنا شلون أرسمها. التصميم عادي، هو أنا 3 بت فعندي 3 فليب فلوب أيا كان نوعه، هو حسب النوع اللي طلبه منك. زين النبضات شنو عندي؟ النبضات هاي أنا هسا عندي 3 بت، 3 بت حسب الجدول هو 8 من الصفر إلى 8، فخلي نكتب الجدول مالته، خلي نكتبه هنا أنا أو هنا خلي نكتبه، اللي هي 0 0 0 0 0 واحد، هنا أنا أربع صفارة أربع وحدات، هنا واحدين فرين واحدين، وهنا صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، هنا على اعتبار كيو تو كيو وان كيو نوت. زين هاي بالنسبة للثري بت. أجي أرسم أنا كم نبضة عندي؟ قلنا ثمان نبضات، هاي النبضة الأولى اللي هي النبضة صفر، اجينا هاي النبضة الثانية اللي هي واحد، هنا عندي هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي ثلاثة، هاي أربعة بدايتها، بعد هاي خمسة خمسة، وبعد عندي ستة وسبعة، هاي ستة وهاي عندي سبعة. اوكي سبعة من الصفر الى السبعة. اجي هسه للكيونات. اوكي الكيونات عندي هنا أنا. الكيونات بحالة الصفر هو مطفي، بالنبضة الصفر مطفي. اوكي اذا هاي النبضة صفر بادية اللي هنا وواصلة اللي هنا، منها أنا يبدي عندي الواحد من هاي النبضة. زين هاي بالنسبة للكيونوت. بحالة الواحد مشتغل فمنها تبدي نبضة الواحد، فأوكي هنا نشتغل يستمر نبضة الواحد لهنا، هاي الاثنين. أجلي نبضة الاثنين مطفي فينزل نبضة الاثنين لحد الثلاثة، هاي نبضة الثلاثة أشوفها إذا مطفي أستمر بالأطفاء. هنا أنا بالثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة مشتغل، فهنا عندي هذا مشتغل يبقى مستمر لحد نبضة الأربعة، هاي الأربعة بدايتها أشوف الأربعة صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة مطفي، فيستمر بنبضة الأربعة مطفي. وهم جربوها هتكون سهلة عندكم. أجلي نبضة الخمسة صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الخمسة مفعل فأوكي لحد نبضة الستة، هاي نبضة الستة، الستة عندي مطفي فينزل
لحد ما يوصل للسبعة مفعل، بعدها ينطفي أو يفعل حسب اللي عندي. هاي بالنسبة للكيو نوت. زين الكيو 1 أيضا أمليها حسب الجدول. الكيو 1 هنا خليني أمليها الكيو 1 حسب الجدول. بحالة الصفر هاي الكيو 1 أمامكم، بحالة الصفر هي صفر، فهاي نبضة الصفر، يعني أمشي لحد نبضة الصفر، هاي نبضة الصفر. بحالة الواحد أيضا صفر، فبعده مستمر بالصفر الحد نبضة الاثنين. أجل نبضة الاثنين مفعل، أوكي هاي الاثنين مثل ما تشوفون هاي، فهنا يصعد هنا عنده هاي نبضة الثلاثة. خلينا نشوف بالثلاثة مفعل لو مطفي، صفر واحد اثنين ثلاثة، الثلاثة أيضا مشتغل فيستمر الحد الأربعة الحد نبضة الأربعة. أوكي هاي نبضة الأربعة من هنا تبدي. خلينا نشوف بالأربعة، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأربعة مطفي، أوكي ينزل للأربعة مطفي. وصلنا لنبضة الخمسة، خلينا نشوف نبضة الخمسة، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الخمسة أيضا مطفي فيستمر الحد الستة. هنا أنا عندي هاي الستة، هاي هنا أنا. هاي نبضة الستة، هاي الستة، فالستة شنو عندي؟ الستة مشتغل، أوكي يصعد، ستة مفعل، هاي الستة. والسبعة هنا أنا حسب الجدول، السبعة أيضا مفعل فيستمر مفعل وينزل. هاي بالنسبة للكيو 1. نجي للكيو 2. الكيو 2 من الصفر إلى الصفر واحد اثنين ثلاثة إلى ثلاثة هو مطفي، فعندي من الصفر إلى النبضة ثلاثة، هاي النبضة ثلاثة، من الصفر إلى النبضة ثلاثة هو مطفي. أوكي يبدي منين يشتغل؟ ثلاثة أربعة صفر واحد اثنين ثلاثة، الثلاثة أيضا مطفي، يعني هاي الصفر مطفي، الواحد مطفي، الاثنين مطفي، الثلاثة مطفي، لحد الأربعة. أوكي هاي نبضة الأربعة. من الأربعة إلى السبعة مفعل، فمن الأربعة لنبضة السبعة مفعل. هاي بالنسبة للكيو 2. هاي رسمة النبضات. إذا أقول لك ارسم لي التايم دايجرام بالنسبة للثري بت سانكرونس كاونتر. خلينا نشوف الأربعة بت سانكرونس كاونتر اللي هو ننهي المحاضرة به. أربعة بت، أربعة، هنا أنا عندي أربعة بت، أربعة، أربعة بت أسانكرونس مثل ما اتفقنا، أسانكرونس كاونتر. أربعة بت يعني إيش؟ كم نبضة عندي؟ يعني 16، فخليني أمليه هيك حتى تكفينا. والكيو من كيو 4 إلى الكيو نوت. عندكم هسه هاي النبضات من الصفر إلى 15، رسمناهن من الصفر إلى 15. أجي شلون أني أملي كيو نوت، كيو 1، كيو 2، كيو 3؟ أمليها اعتماداً على هذا الجدول، من الصفر إلى 15، من اللي مفعل عندي أملي. فخليني أبدي هسه بالكيو نوت. أجل الكيو نوت، هاي الكيو نوت عندي. الكيو نوت بحالة الصفر مطفية، بنبضة الصفر مطفية، بنبضة الواحد مفعلة، هاي هسه نبضة الواحد، بنبضة الاثنين مطفية، هنا هاي الاثنين اللي هنا، الثلاثة هنا الثلاثة مفعلة، الأربعة مطفية، الخمسة مفعلة حسب التروث تيبل اللي عندكم، الستة هاي هنا، الستة هاي النبضة الخامسة، الستة اللي هنا فتنزل مطفية، السبعة مفعلة، والثمانية هنا اللي هنا الثمانية مطفية، والتسعة مفعلة، والعشرة مطفية هنا هاي العشرة. نجي لل11 نفس الآلية، بس هنا لأن كثرة الأرقام هي نفسها بالضبط. ال11 مفعلة، ال12 مطفية، ال13 مفعلة، ال14 هنا مطفية، وال15 مفعلة، وبعدها ينتهي. هاي الكيو نوت. نجي للكيو 1. الكيو 1 بحالة الصفر أيضا مطفية، أوكي
الكيو 1 حسب الجدول مالتنا، الكيو 1 بحالة الصفر والواحد مطفية، كل اثنين يشتغل كل متتابع. الصفر هاي نبضة الصفر وهاي نبضة الواحد، اثنينات المطفيات. يجي الاثنين والثلاثة مفعل، هاي نبضة الاثنين وهاي نبضة الثلاثة، يعني اللي هنا مفعل. اوكي، فيصعد منا الحد هنا هو مفعل. يجي الصفر والواحد مطفية، الاثنين والثلاثة، الأربعة نبضة الأربعة ونبضة الخمسة مطفية، اللي هنا عنده مطفي. اوكي، الستة هنا أنا عندي الستة مفعل، الستة والسبعة، هاي نبضة الستة هنا أنا نبضة الستة ونبضة السبعة، فهاي نبضة الستة منا يبدي الحد لثمانية، هاي الثمانية الحد لثمانية هو مفعل. نجي الثمانية والتسعة، هاي نبضة الثمانية تبدو تنتهي لهنا وهاي التسعة مطفي حسب التروث تيبل، فالحد العشرة منين تبدي نبضة العشرة؟ منا نبضة العشرة والهداعش مفعل. اوكي، هاي العشرة وهاي بداية الهداعش، يبقى الحد الاثناعش، هاي نبضة الاثناعش، الاثناعش والثلاثاعش مطفي، هاي الاثناعش هاي الثلاثاعش اللي هنا مطفي. تبدي نبضة الاربعتاعش منا، فالاربعتاعش والخمستاعش مفعل. اوكي، بعدها ينطفي. هاي بالنسبة للكيو 1. نجي للكيو 2. الكيو 2 كل أربعة ينطفي أربعة متتاليات ويشتغل أربعة، يعني من الصفر إلى الثلاثة مطفي. خلينا نشيكها هسه هنا، هاي من الصفر إلى الثلاثة، هنا هاي الصفر واحد اثنين ثلاثة، اللي هنا هو مطفي، اللي هنا مطفي، لهنا. نبدي بعد الأربعة، هنا عندكم الأربعة من نبضة الأربعة، نبضة الخمسة والستة ونبضة السبعة، لحد الثمانية هو مشتغل. أوكي، لحد بداية الثمانية هاي هو مشتغل. نجي نبضة الثمانية والتسعة والعشرة والهداعش، لهنا هو مطفي. أوكي، لهنا هو مطفي. هنا عندكم لهنا لل 12 هو مطفي. اوكي، هاي حاله الصفر، هنا كنا في سري خط مستقيم، ال 12 هو مطفي. بعدها من ال 12 لل 15، 12 13 14 15 هو مشتغل. اوكي، هاي بالنسبه للكيو 2. الكيو 3 والأخيرة ينطفي بأول ثمانية ويشتغل بآخر ثمانية، يعني من الصفر للسابعة، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهنا سبعة، الحد الثمانية هو مطفي. هنا أنا حسب التروث تيبل مالتكم، هنا أنا من الصفر للسابعة هو مطفي. أوكي، من الصفر للسبعة يعني البلس السبعة هم مطفية، لحد الثمانية أدور وين هالثمانية، هاي عندكم الثمانية اللي هنا، يبدي يصعد من الثمانية لحد الخمستاعش هو مفعل. هاي بالنسبة للكيو ثري، هاي بالنسبة لنبضات الكيو وان كيو نات كيو وان كيو تو كيو ثري، اعتمادا على البصات اللي أنا مدخلتها بالنسبة ل 4 بت اسنكرونس كاونتر. هاي اللي هسه رسمناها بالأمثلة، هاي الاسنكرونس كاونتر لل 2 بت هاي ولل 3 بت واضحة أمامكم هنا وأيضا بالدفتر اللي رسمته، وهاي 4 بت. هاي بالنسبة لمحاضرة اليوم، أي سؤال عندكم عليها أو على المحاضرة السابقة على يعني الأمثلة هاي نتناقش بيها، إن شاء الله أيضا راح أنزلكم هومورك بخصوص هذا الموضوع، إن شاء الله الحل الثلاثة مطلوب، هومورك بخصوص السانكرونوس وأسانكرونوس كاونتر.